Thank mm -hmm. you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدة قناة شوف تي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمور مشاهدة قناة شوف تي في جينا بس نسلطوا الضوء على واحد الموضوع وموضوع هام ومهم وكيهم جميع الأباء أنهم يردوا البال لوليداتهم ردوا البال للأطفال من طبيعة الحال اللي باقيين صغار وكيقراو في المؤسسات التعليمية كيف ما جينا باش نسلطوا الضوء على هذه القصة اللي غادي تعاود هذه السيدة كتقول بأنها بنتها عندها ما كيتعداش السن ديالها عشر سنوات مشات تقرا في المدرسه فاذا بها كتفاجأ ان بنتها تختطفات تهزات في طوموبيل كحله وترمات في ضواحي مدينه ازمور يعني في خارج مدينه ازمور ترمات في وسط الخلاء يعني اكتشفوها الناس باش جاوا علموا الام ديالها دابا الام ديالها كطالب وكتناشد رجال الامن الوطني بطبيعه الحال انهم ايه هاد الفاعلين ااا هاد الظاهره صراحة صراحه مشاهد قناه شوف تيفي في ضواحي ديال مدينه ازمو ديال الاختطاف خصوصا اننا سبق القناه شوف تيفي ان سلطة الضوء على واحد القصه اه بالدوار تاكورانت بجماعه سيدي علي بن حمدوش لحدود اللحظه تقريبا داز عليها عام لحدود اللحظه باقى هاد البنت باقى ما لقوهاش لحدود اللحظه واش حيه واش ميته واش مدفونه هاد الشيء اللي خلى هاد الام انها تجي اه باش تهضر في قناه شوف تيفي وتوجه نداء للآباء والامهات انهم يردوا البال لوليداتهم آه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله شرحي لنا اشنو واقع شنو طرى لبنتك امتى هذا الشيء كيفاش علاش شنو واقع آه بنتي كانت خارجه دخلات مع الوحده آه البارح دخلات مع الوحده خرجت مع الخمسه لارو آه خرجات من المدرسه في الكويه تتسنف ختها الباب ديال المدرسه خوا بقات غير هي واحد البنيه صغيره صاحبتها تقرا معها تتسنى في خدشه خدشه تعطلات في القسم ديال بقاو شي درس تيكملوا فيه بقات كتسنى فيها اه شي شويه هو تي شي شي طوموبيل كحله فيها ثلاثه رجال فيها ثلاثه رجال راجل كبير السن ديالو غتكون اه الخمسين وشي جوج ولاد معاه اه 99 2000 عيط عليها هذاك الراجل هذاك الكبير قال لها عيط عليها فاطم الزهرة بنتك اه عيط على بنتي فاطم الزهرة اجي اه نقول لك من اللي فجت اللي عنده قال لها اجي اه يا بنتي اه تعالي عاودي تكلمي ماماك يلا تكلمي ماماك راه ماماك دارتنا راه ماماك صيفطتنا صيفطتنا عندك باش تشديك تكسيك راه هي مشات الجديده باش تكسيك و وصيفطتنا لك باش نوصلوك عدة البنيه صغيره من قلت عقلها ركبت ركبت مع داك مع دوك الناس مني فاش وكيفاش عرف عرف الاسم ديالها فاطمه الزهراء تقدر تكون في البنت دابا همايا كان كان الطوموبيل كانت واقفه قبل ما يعيطوا عليها كانت واقفه تقدر تكون هذيك البنيه اللي معاها عيطت على فاطمه الزهراء <applause> يقدر هو كان سمعها مني عيطت على فاطمه الزهرة راه هو عيط على فاطمه الزهرة المهم بنيه مني سمعنا نقاطعوك شكون اللي عاود لك هاد التفاصيل آه هاد بنت بنتي آه كل مره كتقول لي هذا آه كل مره كتقول لي كلمه حيت بنتي انايا درك غنضطر نهز بنتي غنداع الطبيب نفساني حيت بنتي بنتي ما ما شغنقول لك راه واحد الحاله لا اله الا إيه الله ما <سؤال> صافي ملي فاش هزوها طلع ركبت في الطوموبيل وهذا وهي تلفت لواحد فيهم وهي تقول لي عمي قال لي قالت لي واش بصح ديوني عند ماما باش تكسيني هو يقول لها انا غنوري امك الكسوه الدريه مني فاش سمعت بحال كون غنوري امك الكسوه بدات كتبكي بدات كتبكي وهي واحد من راسها بحال هكا ريشه كيقول لها غتسكتي ما تسكتيش انا غادي ندوز عليك الدريه ملي سمعت بحال هكا بدات كتغوت انا بنتي شويه عندي بنتي عصبيه بدات بدات كتغوت وكتخبط في في الطنوبيل, الطنوبيل في الدجاج ديال الطنوبيل مشاو بها ما تسوقوهاش واحد ناتفها من راسه ولا اخر شي بالعصا لها سكتي بقات البنت بقات كتغوت بقات كتغوتش وصلوا لسيدي علي مع الدنيا عامره تما في سيدي علي ودا الناس كيسمعوا في الغوت في الطنوبيل ودا أه داروا بقاو ردوا البال مع مع ردوا البال مع هي يتت... البنت تتغوت في الطوموبيل تتغوت وماما وماما وماما, ماما وتتغوت ماما رخ... راه باغيين يديوني راه خاونيني راه خاونيني الناس تبعوا تبعوا الطوموبيل الناس تبعوا الطوموبيل هما ما عرفتش ربما مني فاش شافوا دوك الناس تابعينهم شافوا الناس تابعينهم وهذا وما يشدوا البنت الطوموبيل غاده وشدوا البنت وشيروا بها لاحوها لاحوا في الطنوبيل غاده والطنوبيل غاده لاحوا بنتي فايته ازمور فايته ازمور بشي خمسه كيلومتر بالضبط فين آه في الطريق ديال 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 ولاد حيبي ولاد حيبي ولاد حيبي آه انا كل ما كانوا هذوك الناس اللي كانوا تيغوتوا كنا انا بنتي كنا ما نشوفاش بحال بحال هاد البنيه اللي اللي ديال الولجه هي دابا عام قربت تكمل العام والديها دابا ما ما عارفين ميته ما عارفين حيه هكاك انا كان غادي يطرى ليا البنتي تقدر تكون هاد العصابه هذي اللي هز اللي هزت بنتي اللي خطفت بنتي تقدر تكون هي العصابه اللي دات هذيك دات هذيك البنيه اليوم ما جات في بنتي دي كل مرة جات في ديك المره جات هذيك البنيه اليوم ما جات في بنتي مره اخرى غد غتجي في واحد اخر في وحده اخرى في بزاف ديال الحوايج هذا الشيء كثر بزاف كثر بزاف ولا اله الا الله يعني الحاله النفسيه ديال بنتك دابا كيفاش دايره ما نعاودش لك راه راه سيدي ربي هو تيشوف بنتي عايشه واحد الرعب انا البارح والله ما نعست معاه ما نعستش بداك الشي اللي بيتها تتغوت وماما وماما وغيديوني وماما ولدي تتغوت واحد هذا <applause> ما, ما 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 تتنعش دابا وليتي تتهضر معاها تتهرب منك في هكا تتهضر معاها تتهرب منك انا دابا غنضطر نهز بنتي غنديها لطبيب نفساني بنتي عندها عشر سنين من عشر س... عندها 10 سنين غتولي تشرب الدواء ديال المرض نفساني راه دركي دركي آه. درت شكاية الناس رجال الأمن الوطني مشيت مشيت درت شكاية وهبط الكوميسارية قيدوا لي وهذا نهار اثنين إن شاء الله دايرين معايا نهار اثنين إن شاء الله ندير الشهادة الطبية لبنتي ونرجع عندهم وأنا اللي كنتمنى من الله ومن رجال الأمن أنا ما بغيت والو أنا ما بغيت حاجة أنا أنا بغيت عير هاد الناس هاد الناس بغيت حقي منهم حقي منهم وحق الوليدات كاملين راه كيف ما طرى البنت غيطرى الوليدات اخرين يقدر يقدر يطرى الوليدات هما الوليدات وحدين اخرين وهذا الشيء راه ما رمار ما يتقبلوش العقل راه حنا كمسلمين راه ما نبغيوش هذا الشيء لا لل لا ولا الوليدات المسلمين كاملين ونتمنى من الله يكون خير يا ربي ويشدوهم يتعتقلوا هاد الناس في مقارب حيت حنا راه راه را ما, را ما غن انا بعد انا انا بعد انا هذا ما غنبقاش نصيفط بناتي للمدرسه حيت انا ما غنقدرش انا بنتي عندها 10 سنين 10 سنين وانا تربي وغيجي واحد فرمشت عين في دقيقه واحده غادي يدي لي بنتي بحال ما عمرها ما كانت انا راه ما نتقبلهاش ما نتقبلهاش راه انا فيهم انا مهم أيه في انا بوا يعني بنتك رمى. يعني وليتي خايفه عليها ما كاينش خايفه خايف على بنتي انا نخاف على بنتي اكثر من نخاف على راسي انا راه نفدي عمري في طريق طريق بنتي وطريق ولادي كاملين مم. انا ما ما نكذبش عليك انا لما هذا لا اضطريت ما نبقاش نصيفط بنتي للمدرسه على قبل هذا الشيء اللي تنشوف انايا واش الوليدات غادي نصح سلام عاد كيحتيو عليهم تيديوهم ما تتبقاش وهذا الشيء انا هات اسميش هات آه هاد سميش هاد هذا انا عايشاه في 2006 في 2006 كانوا خطفوا لي بنتي ثاني بنتي دابا عندها 18 عام خطفوها لي من الحانوت وصلت بهم الجرأة للحانو دخلوا للحانوت أنا حضوني أنا مشيت نجيب كان أنا كانت عندها عام وخمس شهر واخوها وخوها معاها خوها عنده شي عامين وشي حاجة مشيت غير المحلابة المحلبة بعيدة مني بشي عشرة متر أنا في مقابلة مع الباركينغ ديال ديال الدار شعيب مولي بشعيب في الدورة مني مشيت نجيب الريب جيت جا عندي ولدي المحلابة تنقول ليه فين اختك قال لي راه هازه خالتي مني جيت تنشوف ما تلقاش الدريه ملي هذا دعنا ما خليناش نقلبنا ما لقيناهاش مده 20 يوم مده 20 يوم عاد باش بنتي بانت هزت عصابه دوها تيهزوا يجيبوا بها الحشيش من الدار بيد الزاويه سيدي اسماعيل جات بنتي مع كانت تترضع عير البزوله ما تديرش الرضاعه كانت تقتلهم بالبكا وبهذا بنتي عينها الزرقاء من هنا وحمرا من الداخل ومكويه بالكار وكلها عضان كلها عضان ومحسني لا راسه وجات مسكينه كلها عامره بالحكه وهكاك البلايك ديال البلايك ديال الحشيش وكاك مطراسين ليها في البلاصه ديال ليكوش وانا من هذيك الساعه اللي هنايا انا دابا عندي جلطه في المخ بالسبب ديال بنتي انا عندي دابا نقطة ديال الدم كبدا ليا في المخ يعني انت وليتي سي... خايفة هذا السيناريو انه يتكرر آه. مع بنتك هذه اللي وقع لها دابا هادشي ما بزاف بزاف انا بزاف بزاف وليت خايفه بزاف انايا وليت كنقول انا غندخل غن... لداري ونسد عليا انا وولادي انا وهذوك البنيات جوج اللي باقين عندي صغار نسد نسد عليا انا ويوم تيكبروا ولاو يعرفوا شنو يديروا راسهم وديك الساعه عاد عاد غنخرجهم انا ملي غندخل ونسد عليا اولا غنبقى غاده انا م... مديه بناتي المدرسه جيبه مديه مجيبه راه انا مهم انا بواهم شي المعيل يعني الواحد انا راه بناتي ما عندهمش بواهم <applause> ما عندهمش باهم انا مهم انا باهم انا اللي تنخدم عليهم انا لما جبتش ليهم خبزه ما كاينش اللي يدخل علي الا <applause> ما جبتش ليهم مربطه ديال النعناع ما كاينش اللي كيدخل علي <applause> ملي انا يا غنولي غنولي انا تابعه بنتي تابعة بنتي لهذا المدرسه نديها مع الثمانيه ونجيبها مع 12 نديها مع الجوج ونرجع مع السته أشنو, اشنو اشنو غن اشنو غنوكلهم مم. ما وانا عير تندور في طريق مولي بشعيب تنقش مم. تنقش وحنا كتجيبي... آه... آه... مرة كتجيبي نهار مرة تنجيب نهار ما تنجيبش كاين بعض المرات الصيمانه ما تتجيبش تتنوض تاكل هذوك وكل الرويلات اللي انت اللي انت جامعهم من شحال هادي واخا بحكم انك انتي ام وقع لك انت هذا المشكل شنو رسالتك <applause> كل الامهات بالخصوص ولا الاباء بصفه عامه؟ ما نكذبش عليك انا اللي تنطلب من جميع الامهات وجميع الاباء الله يرحم ليكم الوالدين الله يرحم ليكم الوالدين راه وليداتكم هما كلشي وليداتكم هما كلشي ما ما تهمكم خ... ما تهمكم خدمه ما تهمكم حتى شي حاجه تشي شي حاجه ما تلهيكم على وليداتكم ديو وليداتكم المدرسة وجيبوهم من المدرسه راه هذا الشيء راه كثر راه كثر أكثر كثير بزاف راه حنا تنتمحنوا على وليداتنا راه وتنولدوهم عليهم باش نكبروهم وتيجيو وحدين اخرين من بعيد مخاسرين والو تيخسروا يديهم يديهم تيخطفوهم وتيديوهم لينا وتيتاجروا في الاعضاء ديالهم او لا تيديوهم يغتصبوهم وكون عير تيديروا لك بحال هكا يتغتصبوا او يخطفوهم يخلعوهم ويرجعوهم لك راه تيتكرفصوا عليهم وفوق هذا الشيء تيقتلوهم حتى العصابات ديال الكنوزه يعني ولا كي آه انا دابا انا دركو هاد اللي تنقول انا تنقول انا من هاد الناس لاحوا لي بنتي ربما هادو غيكونوا هادو ديال الكنوزه وقلبوا بنتي ما لقاو فيها والو راه لاحوها كون كانت بنتي انا زهرية كون كانت ب... كون الا كانوا هادو عصابه ديال الكنوزه كون كانت بنتي زهرية غير قتلوها ليا ما ما غيلوحوش ليا غير قتلوها وغيغصبوني في بنيتي وانا ما شحال من عام وانا ضاربه تماره وغيضرب ليا كلشي في الزيرو انا اللي كان اللي كنطلب من الامهات والاباء ردوا بالكم لوليداتكم ردوا بالكم لوليداتكم راه الوليدات هما الحياه ديال الانسان راه حنا ضاربين تمارا على وليداتنا محنين على وليداتنا مقرفصين على وليداتنا راه وليداتنا هما كل شي راه لما لما, لما كانوش عندنا الوليدات راه ما عندنا حتى حاجه في الدنيا ونتمنو من الله لهاد الرساله ديالي توصل توصل الامهات والآباء, والاباء ديال الوليدات شكرا مشاهده قناه مش شوف تي في كنتمنى الرساله ديال هاد الام انها تكون وصلت لجميع الاباء واولياء الامور انهم يردوا البال لوليداتهم كيف ما كيسرحات كتقول لك انا بنتي في عمرها 10 سنين يعني هزوها في سياره سوداء اللون لاحوها في الطريق ربما كانوا غيديروا بها شي حاجه واحده اخرى ولكن شاءت الاقدار والعمر طويل مطبيط الحال ان بنتها رموها خارج مدينه ازمور مشاهده قناه شوف تي غادي نختموا هذا البث المباشر نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمتم في رعايه الله والى اللقاء